بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على ازاي نتعامل مع الرينفول داتا وازاي نطلع الاوتلاير فاليوز باستخدام statistical ميثود. فالفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ايه المقصود بكلمه اوتلاير فاليو، ازاي احصائيا ان احنا نحدد الاوتلاير فاليو لو كانت موجوده، وإيه اللي ممكن نعمله بعد ما نكتشف إن إحنا عندنا داتا من ضمنها outlier A value. المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات اتكلمنا على أهمية إن إحنا نعمل تشيك على الـ rainfall data ونتأكد إنها البيانات جيدة وتخلو ظاهريا من لو مثلا في بيانات فيها خطأ في الكتابة بنسميها typo data، أو لو كان في عندنا داتا تبان كده كأنها غير منطقية أو not realistic، أو في باترن عندنا مكرر مثلا في داتا مكررة وخلافه، فبالتالي محتاجين إن احنا نقدر نفيجر أوت كل المشاكل دي قبل ما نستخدم الداتا بتاعتنا. النهارده إن شاء الله هنحاول نتكلم على إزاي نفيجر أوت لو كان عندنا فاليوز شكلها غريب شوية كده، شكلها كبير شوية كومبيرد بالفاليوز التانية، إزاي نحدد أصلا إنها البيانات دي شاذة إحصائيا، وبالتالي ممكن نتعامل معها بشكل ايه مختلف، ممكن لدرجة ان احنا ممكن ان احنا نستبعدها لو كان يمكن استبعادها. طيب، اول حاجة خلينا نقول ايه هي المقصود بكلمة الاوتلاير فاليو وازاي ان احنا نحددها. الاوتلاير معناها ان في عندنا بيانات او قيم او قيمة، القيمة دي شكلها كده هو اود، شكلها غريبة جدا بعيدة عن باقي القيم التانية، ممكن تكون order of magnitude higher، order of magnitude او orders of magnitude higher. ممكن الكلام ده يحصل نتيجة لعدة أسباب، قد يكون فعلا إنها حقيقة فعلا أوتلاير مادة شاذة نتيجة مثلا لأخطاء في القياسات، أو نتيجة مثلا لخطأ كتايبو مثلا، خطأ مثلا حطينا صفر غلط في الكتابة، أو قد تكون إنها فعلا داتا حقيقية. محدش عارف بقى فعلا هل هي كده ولا كده ولا كده، فمحتاجين إن إحنا رقم واحد نحدد البيانات أو النوع ده أو الفاليو دي من البيانات، هل هي فعلا شاذة، هل هي اوتلاير ولا لا. بعد كده عايزين نعرف بعد كده ازاي هنتعامل معاها. الكلام ده معناه ايه؟ مش معناه ان احنا اول ما نلاقي رقم شكله كده مختلف شوية عن باقي البيانات ان احنا ايه، ان احنا نعتبره اوتلاير وبعد كده ان احنا ايه نهمله ونشيله من البيانات، مش ده المقصود تماما. وانما المقصود ان احنا لو في عندنا فاليو شاكين فيها شايفينها كده اود، ففي الحالة دي لازم نكاري اوت الايه الاوتلاير اناليسيس، وبالتالي نحدد هل فعلا القيمة اللي احنا كنا شاكين فيها دي هل هي statistically تعتبر اوتلاير ولا لا. بعد كده هنبدأ نحدد بقى ونشوف هنتعامل معاها ازاي. تعالوا نشوف بقى دلوقتي ازاي نحدد ان الفاليو بتاع اللي احنا شاكين فيها دي هي اوتلاير او داتا شاذ احصائيا. في عندنا طريقتين، الطريقة الاولى بتستخدم القيم المتوسطة والستاندرد ديفيشن لتحديد قيم الاوتلاير، ودي اللي احنا هنركز عليها في الشغل بتاعنا هنا. الطريقه الثانيه، في طريقه ثانيه بس للعلم، بتستخدم الكوارتايلز، كوارتايل واحد وكوارتايل ثلاثه للبيانات بتاعتي، وبيها بتقدر تحسب الايه الاوتلاير. الطريقه الاولى بتستخدم لو كانت الداتا بتاعتنا نورمال ديستريبيوشن او لوج نورمال، الطريقه الثانيه بتستخدم لو كانت الداتا بتاعتنا ايه نورمال ديستريبيوشن. يعني ايه الداتا بتاعتنا نورمال، يعني الداتا بتاعتنا statistically بتتبع النورمال ديستريبيوشن ايه جراف، او بتتبع اللوج نورمال ديستريبيوشن جراف بتاع. خلونا نشتغل بقى على الطريقه الاوتلاير اللي احنا هنستخدمها، بس احنا محتاجين نعرف ان في الطريقه دي بتحدد تو اوتلايرز، تحدد حاجه اسمها هاي اوتلاير حاجه اسمها لو اوتلاير، يعني قيمه شاذه من ناحية الايه القصوى العليا وقيمة شاذة من ناحية ايه الدنيا. بالنسبة للأمطار خصوصا في العالم العربي والأريد ريجن، احنا عندنا ما فيش حاجة اسمها لور اوتلاير او لو اوتلاير في الأمطار. ليه؟ لأن ممكن فعلا في سنة ما تمطرش أصلا، فبالتالي هتديني قيمة صفر، فبالتالي ما فيش معنى لأن أنا أدور على اللور اوتلاير. ليه؟ لأن عندنا فعلا براكتيكالي ممكن الدنيا تحصل دراي خالص في سنة من السنين ما تمطرش، فبالتالي زيرو محتمل. فعشان كده مش هنبص على اللور اوتلاير او اللو اوتلاير، هنركز فقط على مين، على الهاي اوتلاير. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي بنحسب الهاي اوتلاير. لو فرضنا دلوقتي ان احنا عندنا بيانات
والبيانات دي هسميها واي، يبقى بيانات الامطار دي هسميها واي. جميل. لو انا كنت عايز اجيب الاوتلاير فاليو، الهاير فاليو بتاعت الاوتلاير هسميها واي اتش، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الافريج بتاع كل البيانات الموجوده عندي زائد رقم ثابت في الستاندرد ديفيشن بتاع البيانات اللي موجوده عندي. ده لو كانت الداتا بتاعتي ايه بتتبع ايه الايه النورمال ديستريبيوشن، حيث بقى يبقى الواي اتش هو الهاير او الهاي اوتلاير، والكي ان ده رقم ثابت هنشوف هنجيبه من الجدول بعد شويه، والسيجما اي او سيجما واي هي الستاندرد ديفيشن بتاع الداتا بتاعتي اللي انا عايز اجيب لها الاوتلاير. ماشي. طب لو انا بجيب الاوتلاير استبعد الفاليو الاوتلاير اصلا؟ لا، لازم تدخلها معاك في الايه في الحسابات. ادي الجدول اللي بيه بنحسب الايه الكوفيشنت اللي اسمه كي اللي هو الاوتلاير كوفيشنت. الجدول ده داله في ايه؟ داله في عدد البيانات اللي موجوده عندك. يعني شوف عدد البيانات اللي موجوده عندك، دايما انت شايف كده اقل عدد من البيانات هو 10، مفيش اقل من كده عشان نقدر يكون عندنا ساوند فاليوز statistically يعني. وبعد كده اقصى حاجه عندنا لحد 149، يبقى من 10 ل 149. فشوف البيانات بتاعتك عدد السنين اللي موجوده عندك قد ايه، لو كان مثلا 20 سنه 30 سنه، وتدخل تجيب الايه الكي المناظره. طب تعالوا عشان نطبق الكلام ده نحاول نحل مساله كده ونشوف فيها الاوتلاير. موجود عندنا بيانات امطار من سنه 97 زي ما انتم شايفين لسنه 2012، ودي كلها الانيوال رينفول داتا الديبس اوف رينفول بالمليمتر. جميل. وزي ما انتم شايفين كده هنبص عليها هنلاقي نعمل تشيك ابيرنتلي كده في البيانات، هنلاقي ان في رقم كده شكله ايه غريب 2800، فالرقم ده يعني اكبر بكتير قوي من الارقام الاخرى اللي موجوده. الارقام الرينج بتاعها من مثلا ايه حوالي 89 لحد كام، يعني في 200 مثلا 40 ولا حاجه، ولكن الرقم ده فيري اود 2800، رقم كبير. فعايز اتاكد ده هل ده يعتبر ده اوتلاير ولا ما يعتبرش اوتلاير. وهو قال لي كمان ان الداتا بتتبع لوج نورمال ديستريبيوشن. بالمناسبه ان جنرال لو انا ما عنديش اي معلومات وما اعرفش الداتا بتاعت الامطار بتاعتي دي هتتبع نورمال ديستريبيوشن ولا لوج نورمال ديستريبيوشن، الاقرب ان البيانات بتاعت الامطار بتتبع اللوج نورمال ايه ديستريبيوشن. تعالوا نشوف هنعمل ايه. فالوقتي خلونا نروح على اكسل ونحاول نطبق الايه ونحل السؤال او الايه المساله بتاعتنا. فانا فتحت اكسل اهو زي ما انتم شايفين، وادي حطيت البيانات اللي موجوده عندي بتاعه الامطار والسنين. عايز بقى دلوقتي اجيب الواي. بما ان البيانات بتاعتي او الامطار بتاعتي لوج نورمال، فبالتالي هنعمل ايه؟ هاخد اللوج بتاع كل البيانات بتاعتي، فهنا هعتبر الواي هو اللوج بتاع البيانات بتاعتي طالما البيانات بتاعتي تتبع ايه اللوج نورمال ديستريبيوشن. يبقى الواي دي هي بيساوي ايه؟ بيساوي اللوج بتاع مين؟ بتاع البيانات الاصليه. هسمي البيانات الاصليه اسمها ايه؟ اسمها البي. بي اختصار بريسيبيتيشن، بي اختصار ايه؟ بريسيبيتيشن اللي هي الامطار او الرينفول. طيب اقول بقى يبقى بيساوي لوج، في امر هنا في اكسل اسمه لوج للاساس 10، لوج 10، وافتح قوس وايه واحط ايه قيم الامطار زي ما انتم شايفين كده بالايه ملي، مفيش مشاكل خالص، واعمل دبل كليك. يبقى انا حسبت مين؟ حسبت الايه جبت اللوج. ليه جبت اللوج؟ لان البيانات بتتبع لوج نورمال، يبقى بالتالي اعمل موضوع الاوتلاير هجيبه على لكل الايه للوج فاليوز مش للفاليوز الاصليه. طيب يبقى ده اسمه الواي بتاعي. يبقى عشان اجيب الاوتلاير هعمل ايه؟ اول حاجه اجيب الافريج بتاع القيم دي كلها. يبقى انا هجيب بقى الواي افريج. تعالوا نجيب الواي، اكتب الواي افريج. يبقى الواي افريج هنا بيساوي ايه؟ بيساوي افريج الافريج بتاع مين؟ بتاع البيانات دي كلها. يبقى كده انا جبت الايه الواي افريج. يبقى ده الافريج زي ما انتم شايفين كده. طيب عايز اجيب بقى الستاندرد ديفيشن كمان، فاجيب الاس سيجما. السيجما اقدر اخليه على لاتيني، احط هنا بس سيمبل عشان احول من ايه من تايمز نيو رومان لايه للاتيني. فالسيجما بتساوي ايه اللي هي ستاندرد ديفيشن؟ في حاجه اسمها ستاندرد ديف او امر اهو زي ما انتم شايفين ستاندرد ديف اس تي ديف. يبقى دبل كليك واختار البيانات برضو اللي هي الواي، جيب لها الستاندرد ديفيشن بتاعها. يبقى جبنا كده الستاندرد ديفيشن. جميل. بعدين عايزين نجيب ايه عدد البيانات. عد البيانات اللي موجوده عندك عددها كام. ممكن استخدم امر اسمه كاونت عشان يعد لي على طول. كاونت عدد البيانات او عدد البيانات اللي هي دي البيانات بتاعتي اللي هي من 1997 لحد 2012. اعدادهم ممكن تعددهم مانيوال يعني عددهم مش كتير. دول 16 ايه 16 سنه. ادخل الجدول دلوقتي بقى واجيب مين؟ اجيب الكي المناظره ل 16 سنه. تعالوا نروح بقى للبرزنتيشن مره ثانيه ونروح
نشوف الجدول بتاعي. لو دخلنا كده على كي على السامبل سايز 16 سنة، تدخل كده هتلاقي الكي بكام؟ 2.279. 2.279. يلا نروح تاني بقى الاكسل، يبقى كي بيساوي 2.279. كده دلوقتي اقدر اجيب بقى مين؟ الواي اتش اللي احنا سميناها واي اتش، اللي هي ايه؟ الهاير اوتلاير. بكام الهاير اوتلاير؟ بكام بقى؟ بيساوي القانون بيقول ايه؟ يساوي الافريج فاليو خلاص زائد ايه؟ زائد الاوتلاير كوفيشنت مضروب في الايه؟ في الستاندرد ديفيشن. ده يديني مين؟ الواي هاي. الواي هاي دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتساوي اللوج الاساس 10 لمين؟ للبريسيبيتيشن الهاي. جميل جدا. انا دلوقتي يبقى اقدر اجيب بقى البريسيبيتيشن الهاي قد ايه؟ يبقى البريسيبيتيشن الهاي بتساوي كام؟ بيساوي اخد بقى اللي هو ايه؟ عكس اللوج. عكس اللوج اللي هو يعني اخدها 10 تو ذا باور الرقم ده. ليه؟ انها للاساس 10، اللوج هنا الاساس 10. فاداني بقى يبقى اقصى بريسيبيتيشن، خلينا هنا نخليها سب سكريبت عشان تبان اكتر، ادي سب سكريبت. يبقى precipitation high P high، فأقصى precipitation متوقع كأوتلاير هو 1129. يبقى قارن بقى، هل عندك داتا أكبر من الرقم ده؟ لو عندك داتا أكبر من الرقم ده تبقى تعتبر أوتلاير. يبقى بالتالي أنا عندي 2800، بما إن 2800 أكبر من ال 1129 يبقى 2800 دي تعتبر إيه؟ تعتبر أوتلاير. يبقى أنا كده حددت دلوقتي إن ال 2800 إحصائيًا تعتبر اوتلاير، يعني قيمه شاذه احصائيا. كمان السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، نرجع بقى للبرزنتيشن ونشوف هنكمل ايه ازاي. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه اللي ممكن اعمله بعد ذلك؟ بعد ما انا دلوقتي اتاكدت ان ال 2800 دي احصائيا تعتبر اوتلاير، هل اشيلها؟ الاجابه لا، ما تجريش بسرعه كده وتشيلها الا لما ايه؟ الا لما يعني تبدا تعمل تحليل اخر ومزيد من ايه؟ من الانفستيجيشن. فزي ايه مثلا؟ ايه الانفستيجيشن المطلوبه؟ زي رقم واحد تعمل تشيك على الهيستوريكال ريكورد وتبحث في النيوز بيبر. مثلا البيانات دي بتاعت سنه 2800 اللي هي بتاعت اللي قيمتها 2800 مللي، حصلت في انهي ايام؟ اعرف العواصف اللي حصلت في هذه الايام وقيمه العاصفه لكل يوم قد ايه، ويدخل في نيوز بيبر وتأكد هل في التاريخ ده حصلت فيه عواصف بهذا الشكل. وبما ان العواصف دي كميات الامطار بتاعتها كبيره، يبقى المفروض يكون عملت كاجواليتي وعملت اصابات وعملت ممكن يكون وفيات وحاجات زي كده. فهل الكلام ده موجود في النيوز بيبرز؟ لان اكيد النيوز بيبرز هتتكلم على الحاجات زي دي عشان تتأكد فعلا ان الايفنت ده حقيقي مش سليم. الحاجات التانية من الحاجات التانية الظريفة اللي ممكن تستفيد بيها في اليومين دول، ان في عندنا ساتلايت ديتا للرينفول، فممكن في الحالة دي انزل البيانات بتاعت الامطار اللي جاية من الساتلايت واشوف الايام اللي موجود فيها العواصف بتاعت 2800 دي، واتأكد هل فعلا في عواصف كانت في هذه الشدة ولا لا، وكان قيامها شكلها عامل ازاي. فلو ما لقيتش اي ايفيدنس او اي دليل بيقول ان في عواصف شديده بهذا الشكل، فبالتالي بما ان انا اتاكدت ان هي القيمه اوتلاير وما لقيتش ايفيدنس انها موجوده فعلا حقيقه في الريكوردز او في الايفنتس بتاعه النيوز بيبرز والاخبار وخلافه، او حتى ما فيش حاجه مضاهيه ليها في البيانات بتاعة الأمطار المسجلة من الساتلايت، ففي الحالة دي أحق ليا إن أنا أديسريجارد الرقم ده وأشيله، أريموف الرقم ده من البيانات. إنما لو لقيت إن في إيفيدنس بتقول إن في الأيام دي أمطار رهيبة وفي ناس ماتت وكده، ففي الحالة دي أبدأ أشك بقى، أقول احتمال فعلا تكون فعلا قيمة كبيرة وحصلت، وبالتالي ممكن ما تعتبرش، هي تعتبر اوتلاير statistically ولكنها ممكن ما تعتبرش اوتلاير physically بالنسبه لبيانات المطر. وفي الحاله دي ينصح بانك انت ما تعملهاش disregard او ما تشيلهاش من البيانات الموجوده عندك. ونقف على كده ان شاء الله، ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله المزيد من التعامل مع البيانات بتاعه الامطار. شكرا.